اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد عار للقلم يقف ما حركته في الأنابل لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل الجمال إلى من خصصته بالتقوى
كريمة آمنة صلى الله عليه وعلى آله. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أعشاء وبمولة الله محافظة على حقها وتنتشر فيه آثار مجد السبيل.